احنا ما نظلموش الناس. هذه كانت داركم، هذه كانت الفيلا ديالنا ماشي دارنا. شوف نبداوها بلا فينيسيون باش ومن بعد نوريهم لي بروف. يديروا فيها بريغاد ولا يديروا فيها حاجه ما نعارضش، حاجه تاع امن نستفادوا منها كامل. مي ولكن البلاصه هذه كيريبوها بالغنيه اللي غناوها لنا تاع الدعاء، شغل حوادث يسحقوها اسمهم الدوله باش تنصحها عامه، اعطوها للبريفي. بريفي هذا واسمه لا لا خلينا اسمه، خلينا اسمه واش يكون، واش يكون ملقي عقاري ملقي اللي فيها لي زابارتومون هذه مات يبيعهم يدير شكرا في جيبه ويرا. شكون عطاها له؟ عطاها له زوخ سينيا فيها زوخ. اعطيني الورق اشك لابوبا يكون خلصوها. لاريتي تسويت وضعية برمي هامليك روسو تاع تريسيتي من 82 جبدها نعطيها لك سينيالو فيها مسيو زوخ. ما دارهاش بريغاد جارية تاع بيرموند رايس باش باللي ما تريبلهمش وما تخرجهمش. هاي ليك القانون وزارة العدل تم التعليمة، مي ولكن كاين الناس يدوسوا على القانون. وتأيد في مجلس الدولة تاع ما تريبلوش وما تدناش ليه. في مجلس الدولة راهو يقول ما قريتو ما تريبلوش وما تخرجوا من دارو. هاو ليك الحكم. والي ولاية الجزائر ما نظلموش، نوريو واش كاين، هاو الامضاء تاعك. كيفاش تنحي دار للناس هنا باش تقول لهم انا حندير بها منفعه عامه اكسيتيرا اكسيتيرا بريغاد؟ قال لك يا بات بروبليم، انا واحد ما عنديش اشكال لو كان ديروها بريغاد ولا حاجه دقيقه اسمح لي ولا ديروها حاجه تاع الامن. لا بريغاد وكذا منا حاجه تاع امن رانا داكور، مي لازم لهم تعويض. مي ولكن انت عطيتها لي من؟ عطاها الملقي عقاري. عندك حاجه اللي تعجبني في هذا الشعب واعي ويعرف القانون، بالك وتقولوا قرار الهدم غير موجود لدى مصالحي، ولاية الجزائر شرحت قرار الهدم غير موجود لدى مصالحي، شكون اللي ريب لي؟ هذا وشنو؟ عدم وجود قرار الهدم. اوووو الولاية والبلدية هذا سنا البلدية قلت لها ما عندناش قرار الهدم، ولا سنا الولاية ما عندناش قرار الهدم. مالا شكون اللي راهو يهدم؟ رب المعبودة شوف بس قرار الهدم ما كاش، وكان هذا المشروع راح للمصلحة عامة، معليش رانا هنايا مع المصلحة العامة، بصح المشكل هنايا عطاو هذا المرقي العقاري عطاو له قرار امتياز. إنسان أنا مستفاد عاطلتي الدولة وحقي، حندير فيها المشروع تاعي، ما نجيش نقول سارق، نجي نزرب منها نشوف الناس لما يعسوا فيا، أربع خطرات وحنا نجرو موراه. أنت تنحي الناس هام لي بيرمي تاعهم بكوارطهم وتمدها الإنسان يديرها بطيمات ويبيعهم دي زابارتيومو يبزنس فيها. سما دوكا هذا الظلم، حنا نطلبوا من وزاره العدل من وزير الداخليه يتدخل، خاص الناس تاع الحومه هذه ماشي حيسكتوا على الظلم هذا.